نرحب بالناس اللي تزادوا عندي في القناه ديالي، وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وغادي نبقى نقول الاسماء ديال كل واحد زاد عندي في القناه. كل ما نحط شي فيديو غادي نبقى نقول لهم اللي كيطلعوا لي بالاسم ديالهم. غادي نوجه تحيه لخلود معوش، واقيلا جو بونس سي سا اللي طلعت لي الاسم ديالها. مي كتابونا عندي كيطلعوا لي انذكر الناس اللي كيطلعوا لي الاسم ديالهم مي كيتابونوا عندي. وكاينين شي ناس مي كيتابونوا عندي ما كيطلعوليش الاسم ديالهم، فكنقول لكم ما عرفتكمش كي دخلتوا، لان كاين اللي كيدير ديك لوبسيو باش كيخبع ما كيبانش باش من دخل عندك. المهم انتو اللي كنرحب بالناس اللي تزادوا عندي في القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وان شاء الله من هنا الفوق غادي نبقى نذكر، وغادي نبقى نصيفط التحيه لاي واحد زاد عندي في القناه وطلع عندي بانه الاسم ديالو طلع عندي في القناه بانه تابونا عندي، وغنخلي لهم الاسماء ديالهم هنايا. اول حاجه كنوجه التحيه لخلود معوش، انس جليلي، محمد علالي، حليمه بردوز، ميرو اغ، ايا ايا، ماتريكس يوشا، اليس فلوغ، زيد رشيد، لامين عثمان، فاتي ساره، اسامه الهيس، وبوتينا خادم. هنا سجلت لهم الاسم ديالهم، هادو اللي تزادوا عندي مؤخرا وطلعوا لي الاسم ديالهم، وكذلك اللي ما طلعليش الاسم ديالو كنوجه لكم تحيه، كنقول لكم شكرا شكرا ومرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم وبان المحتوى القنيع عجب ديالكم. المهم كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. شت مامو، شت باش ندير، باش مامو يفيلم لو فيديو. مامو شت باش ندير الفيديو. ها شت مامو داكوغ داكوغ مامو شت. كواليس التصوير، كواليس التصوير، ولدي حداي بغيت نسجل فيديو، للاسف ما خلانيش نسجل، هو جالس كيلعب. على الله نحاول انني نهضر في هذا الفيديو وما لقاش. قال لكم حتى هو يكري كيكتب. اوكي مامو، قول لهم اشتركوا عند ماما، قول لهم اشتركوا عند ماما، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه، وما تنسوش تخليو لنا كومونتيرات زوينين. قولوا ما تنسوش تخليو لنا كومونتيرات زوينين. المهم مرحبا بكم في القناه ديالي غيزو لايف من فرنسا. بدلت السميه ديال غيزلان شانيل ورديتها غيزو لايف. الواحد السبب هو انني لقيت غيزلان شانيل ملي كنجي ندير البحث على الاسم ديال القناه ديالي. صافي ماما حاجه واحده اخرى حتى هي كذلك، فالناس اللي غادي يبقاو يخليو لي لي كومونتير وكومونتير كيتعلقوا بشي اسئله، غادي نبقى نجاوبكم في الاسئله ديالي في الانستغرام. غنجاوبكم في على شكل مقطع فيديو، غنبقى نجاوبكم على الاسئله ديالكم على شكل مقطع فيديو في الانستغرام. فما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام اللي هي غيزو لايف، غادي نخليها لكم هنايا لتحت غيزو لايف في الانستغرام ديالي. وان شاء الله اي واحد يخلي لي سؤال متعلق على مهم شي معلومه ولا شي حاجه كانت في استطاعه انني نجاوب عليها، فان شاء الله غادي نبقى نجاوبكم في الفيديو. غنبقى نحط السؤال ديالكم وغادي نبقى نجاوبكم فيديو في لي ستوري، هكا تكون يعني من الشرح ديال السؤال ديالكم غيكون في الفيديو. فما تنساوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالي. ما قلت لكم اخر فيديو في ما عرفتش هذه تقريبا شي شهر باش حطيت اخر فيديو، فاخر فيديو كنت قلت لكم الفيديو ديالي الجاي غيكون على لا كارت دو ريزيدون ديال ديزون اللي غادي نهضروا عليها، شكون اللي من حقه ياخذ هاد لا كارت ديال ديزون، شكون هما لي كاتيغوري اللي غادي كيستافدوا من هاد لا كارت. وكذلك بالنسبه لي بيس دوموندي في هاد لا كارت، يعني كل كاتيغوري ولي بيس اللي تقريبا كيكونوا لي بيس متشابهين، لي بيس اللي كيدومونداو كيكونوا متشابهين. قلتلكم فلا كارت دو ريزيدون ديال 10 عام اللي هي بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات، فهي كتعطى على حسب كل حاله وعلى حسب الوضعيه القانونيه ديال كل واحد، وتحت بزاف ديال الشروط. غادي نهضر لكم على التجربه ديالي بالنسبه لوكا ديالي. فانا اي فوا درت خديت ديال العام في الاول، من بعد درت الغونوفيلمون وخديت ديال ديزون مباشره،
وما تنساوش بالنسبه لكارت دو ريزيدون ديال 10 اون فهي كتعطى كما قلت لكم الواحد على حساب الوضعيه ديالو القانونيه هنا في فرنسا على حساب اي بريفيكتور كل بريفيكتور وكيف كاين دي بريفيكتور اللي كيعطيوهم من بعد كل بريفيكتور وكيفاش كتعطي لي دوسي ديالو يعني ما تاخذوش ما كما نقولوا ما نجينيراليزيوش كلشي كفة وحدة يعني ما تسمعوا في هاد الجهة تقول لك انا لا طلبوا لي هادي وفي هاد الجهة هادي طلبوا لهم هادي لا لان كاينين على حساب لي بريفيكتور على حساب الوضعية القانونية ديال الواحد على حساب كل شيء. فالبطاقة ديال 10 سنوات اللي قلت لكم بطاقة الإقامة ديال 10 سنوات فهي ممكن تعطى لكم بعد أول إقامة أول بطاقة الإقامة اللي كتاخذوها كذلك ممكن تعطى لكم بعد أول ماشي من بعد الكارت سيجور تومبوغيغ ولا بلوري أنويال وكطبيعة الحال كتاخذوا هذه البطاقة ديال 10 سنوات على حساب العلاقات العائلية اللي عندكم هنا في فرنسا وعلى حساب الخدمات اللي ممكن أنك تقدمها لفرنسا باش كتمنحكم هذه البطاقة ديال 10 سنوات. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نهضروا على الحالات اللي كتعطى لهم بطاقة الإقامة ديال 10 سنوات شنو هما الحالات اللي كتعطى لهم هذه البطاقة هذه. قبل ما ندخل في هذا الموضوع هذا ديال الحالات اللي كتعطى لهم بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات اللي هي الكارت ريزيدون ديال 10 فبالنسبه للناس الجزائريين والناس ديال الاتحاد الاوروبي اللي عندهم جنسيه اوروبيه من غير الجنسيه الفرنسيه فهما فهادو دي كار خاصين ولا بروسيدور ديالهم خاصه. بالنسبه للناس اللي كيدوزوا عبر لوفي فهما كيطلبوا لهم تي سي اف كيطلبوا لهم تي سي اف يعني واش كيهضروا المهم كيطلبوا لهم الا 2 ديلف ا 2 كيطلبوا لهم لاتيستاسيون ديال ديلف ا 2 ولا اكثر ولا تكون اكثر ولا يكون ديجا قرا هنا في فرنسا مهم ولا لاتيستاسيون ايكيفالون. بالنسبه للناس اللي مزوجين بالنسبه للجزائريين والناس وبحال مثلا كون ما لوكا ديالي انا ما طلبوليش هاد لاتيستاسيون هادي المهم هاد لاتيستاسيون كان القانون في 2016 بدا يتطبق وخلال 2018 ولكن انا كنت وقيلا خديت لاكارت دو 10 خديتها في 2016 جو بونس خديتها في 2016 ما كانش طلبولي هاد لاتيستاسيون هادي وكذلك ما كيطلبوهاش حتى دابا ما كيطلبوهاش للناس اللي مزوجين اللي كيمزوجين اللي عندهم جنسيه اوروبيه ما كيطلبوها لهمش هاد لاتيستاسيون هادي باش يعني اللغه يعني انا كذلك ما دوزتش عن طريق لوفي باش قلت لكم بالنسبه للناس اللي مزوجين الاوروبيين زواج مزوجه واحد ولا شي واحد مزوج وحده عندها جنسيه اوروبيه فهادو لا بروسيدور ديالهم بوحديتها كذلك الجزائريين كذلك هما ديكا اكسيبسيونيل الجزائريين واللي عندهم جنسيه اوروبيه واللي مزوجين اللي عندهم جنسيه اوروبيه هادو دي كاب بوحديتهم. نتمنى نكون وصلت المعلومه كما بغيت نوصلها. غادي نهضروا كذلك كما قلت لكم شنو هما الحالات اللي كتعطى فيهم هاد البطاقه ديال ديزون. اول حاله هو بالنسبه للناس اللي مزوجين واخدين شي واحد عنده جنسيه فرنسيه واخد ولا واخدين المهم انا غادي نهضر المهم واخدين شي واحد ولا شي وحده عندهم جنسيه فرنسيه فهادو بالنسبه لاكارت ديال ديزون كتعطى لهم بعد 3 سنوات يكونوا 3 سنوات ديال الزواج من بعد 3 سنوات ديال الزواج عاد كيعطيوهم لاكارت دو ريزيدون ديال 10 الا بالنسبه للتوانسه فقط يثبتوا بانهم مزوجين عام فقط على مزوجين فقط عام التوانسه كبوحديتها ما بالنسبه للحالات الاخرى فهما خصهم يثبتوا بانهم مزوجين مده على الاقل 3 سنوات يكونوا عايشين بجوج في دار وحده ويكونوا عايشين سواء ماتيريالمون ولا سونتيمونتالمون يعني يكونوا عايشين المهم كنأكد على هذه يكونوا عايشين بجوج في الدار وحده باش كيعطيوهم هاد لاكارت ريزيدون ديال 10 سنوات وكذلك الزوج ديالك ولا الزوجه ديالك تكون مازال محتفظه بالجنسيه ديالها تكون مازال محتفظه بالجنسيه ديال الجنسيه الفرنسيه في اومومون باش كتكون غادي تدفعوا هاد لاكارت
ولا كان كذلك الزواج تقام خارج الأراضي الفرنسية، فهنا كيطلبوا لكم ترانسكريبسيون ديال ترانسكري، بأن هذا العقد الزواج يكون ترانسكري سور لي روجيستر دو ليتا سيفيل فرونسي. وي مامو، المهم هذا الفيديو هذا اللي سمعتو شي شويه ديال الصداع ديال ولدي ولا شي حاجه، فانا كنعتذر منكم. ما كانش عندي كيفاش ندير، وكنت محتاجه انني نحط فيديو في القناه ديالي، وولدي معي في الدار، فهذا الشيء اللي كيبني عندي بعض المرات انني نحط فيديو في القناه، لانني كنلقى صعوبه باش نصور معاه، كيدير صداع بزاف وما كنبغيش يكون عندي صداع في الفيديو ديالي. المهم غادي نكملوا شنو قلت لكم. بالنسبه لكن كما قلت لكم الزواج تقام خارج الاراضي، خارج التراب الفرنسي، فهو كيطلب لكم انه يكون ترونسكري سور لي روجيستر دو ليتا سيفيل فرونسي، وكذلك اللي قلت لكم لاتيستاسيون تكون المعرفه الكافيه ديالك للغه الفرنسيه، وهذه كتجيستي فيها بواحد لاتيستاسيون، لاتيستاسيون ديال الادو ديال ديلف ادو، كذلك تكون جيستيفي الاندماج ديالك في المجتمع الفرنسي بالكونترا دانتيغراسيون ريبوبليكان اللي هي سي ار اللي كتاخذها من لوفي، وكذلك جميع ديك اللي كيعطيوكم ديك الوراق اللي كتكون في لوفي، ديك لي زاتيستاسيون كامل اللي كيكونوا بالالوان، حتى هادوك غيحتاجوهم لكم في الدوموند ديال كارت دو ريزيدون ديال ديزو. هادي بالنسبه للاجنبي، بالنسبه للاجنبي ولا الواحد اللي من الدول المغاربيه. فبالنسبه كذلك كما قلت لكم اجنبي دخل عبر التجمع العائلي، فنهضر على لوكا مثلا شي مغربي دخل هنا عبر التجمع العائلي، مغربي مغربيه، فهنا كنهضروا على اترونجي اونتري بارو غروبمون. شنو كتعني؟ كتعني سواء الزوج ديالك ولا الزوجه ديالك ولا الابن ولا الابنه ديالك بغات تلتحق بك هنايا في فرنسا عبر التجمع العائلي، ففي هذه الحاله هذه كتعطى لكم هذه لاكارت ديال ديزون، كتعطى هذه لاكارت ديال ديزون. بالنسبه لهذه لاكارت ديال ديزون الا كنتي زوج او لا زوجه او لا ابن او لا ابنه، بالنسبه للابناء اللي قل من 19 عام الاجنبي ولا مهاجر عايش هنا في فرنسا، كلوكا مثلا ديال المغربي هنا عايش في فرنسا، فاولادو ولا مراتو جاو لهنا في فرنسا، هو عنده لاكارت ديال ديزون، فاوتوماتيكمون غادي يدخلوا هنا عبر التجمع العائلي، فغتعطى لهم لاكارت ديال ديزون بعد الاقامه ديالهم ديال 3 سنوات هنا في فرنسا، يثبتوا بان الاقامه ديالهم مده 3 سنوات فوق التراب الفرنسي بدون انقطاع، يعني كامله ما تكونش بدون انقطاع، وكتعطى لهم بعد لاكارت سيجور ديال ديزون، ولكن فقط يكون عندهم، يكون الاب ديالهم ولا الام ولا الزوج ولا الزوجه يكون عندهم لاكارت دو سيجور ديال ديزون. في هذه الحاله هذه الا تبتوا 3 سنوات ديال الاقامه ديالهم فوق التراب الفرنسي فاوتوماتيكمون تعطى لهم ديال ديزون. الحاله الثالثه غادي نهضروا بالنسبه الاب ولا ام ديال الطفل الفرنسي، يعني كيكونوا بارون ديال اطفال فرنسيين، فهادو كذلك كيحصلوا كتكون اب ولا ام ديال الطفل الفرنسي مقيم في فرنسا، هاد الطفل هذا مقيم في فرنسا، وكتكون حصلتي على مده في مده 3 سنوات على البطاقه ديال الكارت سيجور ديال في بريفي اي فاميليال، فهنا كتمنح لك هاد من بعد انك تاخذ لاكارت ديال 10 سنوات ديال الاقامه. كذلك هذه الحاله الثالثه فقط انك تكون اب ولا ام ديال طفل فرنسي مقيم في فرنسا. هي بالنسبه لاسوندون اي ديسوندون ا شارج دو فرونسي، هادو اسوندون او ديسوندون سا فيتير لاسوندون هو البير لو مير، يعني الشجره ديال العائليه، يعني شنو كنقولوا لي زونسيستر، لي زونسيتر بيولوجيك، يعني الاب الام جد الجد جد جده جد الام، المهم هكا. ولي ديسوندون هما الاولاد، الاطفال ولد ولد ولا ولد البنت ولا هذا، هادو هما لي ديسوندون، فهادو كيمنح لكم كذلك كتعطى لهم 10 سنوات الا كنتي ابن لفرنسي، يعني ولد فرنسي وعمرك مثلا هاد لوكا ديال ابن لفرنسي، خصوصا هادوك اللي كياخذوا لي ادوبسيون، يعني كيادوبتيو كيكون خارج التراب الفرنسي، المهم كيديروا لادوبسيون، هذيك عاوتاني بوحديتها، كيكون عمرك بين 18 حتى 21 ولا اكثر من 21 سنه،
وكنتي على شارج ديال الاب ولا الام ديالك اللي فرنسيين عندهم جنسيه فرنسيه، فهذيك يمنح لك البطاقه ديال 10 سنوات 10 سنوات. وكذلك الا كنتوا والدين، الا كنتوا والدين والدين يعني اب ولا ام ولا جد ولا جده ديال واحد عنده جنسيه فرنسيه ومقيم ومسؤولين عليه، مسؤولين عليه هنا في فرنسا، ودخلتي بفيزا ديال لونغ سيجور يعني للاقامه ديال اكثر من 3 شهور، فهذيك كذلك كتمنح لك البطاقه ديال 10 سنوات. ديال 10 سنوات كتعطى كذلك اللاجئين اللي عندهم ستاتو ديال ريفوجي ولا عندهم ستاتو ديال اباتريت. اباتريت هما اللي كيكونوا بدون جنسيه، لي ريفوجي هما اللي كيكونوا لاجئين، لاجئين يا اما سياسيين يا اما بسبب الحرب ولا هذاك، فهادو كذلك كتعطى لهم ديال 10 سنوات سو كونديسيون، يعني بزاف ديال لي كونديسيون. كذلك العائلات ديالهم، ممكن العائله ديال اللاجئ كذلك ممكن تحصل على لاكارت ديال الريزيدون ديال 10 سنوات. وكذلك صافي هادشي اللي كيكون، كيكون سواء اللي عندهم ستاتو ريفوجي ولا اللي عندهم ستاتو اباتريد. اباتريد هما اللي بدون جنسيه. كم هادو كيكون بزاف حتى هما عندهم دي كونديسيون، من بعد نبين لي كونديسيون، فهما خصوصا الزوجه ديالهم كتكون عندها هي كتمكن لها تحصل على بطاقه ديال 10 سنوات، فقط انها تثبت بانهم كانوا مزوجين قبل ما ياخذ مثلا الزوج ديالها ستاتي ديال ريفوجي، قبل ما ياخذوا يكون الزواج ديالهم كان قبل ستاتي ديال لي ريفوجي، ولا على الاقل يكون عنده عام زواجهم قبل، يعني قبل ديك ستاتي ريفوجي. وكذلك بالنسبه لي اباتريد عندهم نفس تقريبا نفس لي كونديسيون كلشي. ريفوجي واباتريد، ريفوجي ما كيطلبولوش كارت سيجور اللي تكون استفدتي منها مده 3 سنوات، باغ كونطخ ستاتي اباتريد تكون استفد من 3 سنوات من كارت سيجور تومبوغير في بريفي اي فاميليال باش ياخذ كارت ديال 10 سنوات. كذلك كتعطى للناس اللي كيكونوا عندهم واحد لا رونت من اكسيدون دو ترافاي، اكسيدون دو ترافاي ولا مالادي بروفيسيونيل، فهادو كذلك كيحصلوا، كتعطى لهم هاد لا كارت، هاد لا كارت دو ريزيدون ديال 10 الا كانوا كياخذوا واحد اون رونت ديال لاكسيدون دو ترافاي ولا لا مالادي بروفيسيونيل، وكتعطى لك من قبل من لورغانيزم فرونسي، ويكون عندك لو طو ديال لانكاباسيتي على الاقل 20%، فهادي كتخول لك باش تاخذ لا كارت دو سيجور ديال لا كارت دو ريزيدون ديال 10 زيون دووا، يعني لي زيون دووا ديال الاجنبي اللي كان كيستافد من هاد لا روند ديال الاتي ولا الاكسيدون دو ترافاي ولا مالادي بروفيسيونيل، وكان وكتعطى لهم من قبل مؤسسه فرنسيه، يعني كيتمنح لهم هاد لا رونت من قبل مؤسسه فرنسيه. وتوفى هاد السيد هذا، فلي زيون دو ديالو عندهم الحق ياخذوا هاد لا كارت دو ريزيدون ديال 10 منزلي، ضحيه ديال العنف منزلي، فكتعطى لهم كذلك هاد البطاقه ديال من سو كونديسيون. انا كنهضر سو كونديسيون، يعني كاين دي كونديسيون باش كتعطى لكم هاد البطاقه هادي ديال 10. كذلك كتكون ضحيه، ضحيه ديال واحد المعامله غير انسانيه، غير انسانيه. كذلك هادو كلهم كيدخلوا في الخانه ديال ضحيه ديال فيكتيم دافراكسيون، كيدخلوا كتعطى لهم كذلك هما بطاقه ديال 10 سنوات، كتعطى لهم بطاقه ديال 10 سنوات. ذلك بالنسبه لي جون اللي كيكون عندهم كيمكن لهم ياخذوا لا ناسيوناليتي فرونسيز، وكيكون مثلا عندهم دوبل ناسيوناليتي، ولا ما باغيش واخا هو مثلا هنا تولد ووصل لواحد لاج باش ياخذ لا ناسيوناليتي فرونسيز ورفضها، فممكن انه كذلك يطلب ديال 10 سنوات وصل لواحد لاج وعنده اون اوتر ناسيوناليتي وما بقاش لا ناسيوناليتي فرونسيز، يعني رونونسا لا ناسيوناليتي فرونسيز، فكذلك فهاد لوكا هادي كيمكن انه يطلب ديال 10 سنوات. وكذلك لي زونسيان كومباتون، مي مع خلي لكم لو ليان باش تدخلوا تقراو هادي، انا المهم هادشي كله بحال اللي ترجمته للعربيه فقط. كنتمنى كذلك ما ننساش بالنسبه للناس
اللي كيكونوا راه قلتها في الاول الفيديو بالنسبه للناس اللي كيكونوا مزوجين اوروبي عنده جنسيه اوروبيه هو مقيم هنايا في فرنسا وخدم في فرنسا اكثر من 5 سنوات يعني الاقامه ديالو هنا في فرنسا فكما قلت لكم عندكم عام اوتوماتيكمون ديال 10 سنوات كما لوكا ديالي انا خديت ديال عام في الاول ومن بعد اوتوماتيكمون خديت ديال 10 سنوات وغادي نرجع نعاودها كل بريفيكتور و لي ديمارش ديالها وكل بريفيكتور وشنو كطلب وكل واحد ولوكا ديالو مختلف على واحد اخر كل واحد والتريتمون ديال لو دوسي ديالو مختلف يعني باش فحاولوا انكم تاخذوا كونتاكت مع لا بريفيكتور ديالكم ولا مع لوفي ولا اي اورغانيزم اللي كتشوفوها تعطيكم معلومات مفيده على هذا الموضوع هذا باش تاخذوا معلومات اكثر. مهم انا حاولت انني نبسط الشرح ديال هاد لاكارت دو ديزون ولمن كتعطى شفتوا لي بيس اللي كيطلبوهم ولا شي اي حاجه متعلقه بهاد لاكارت دو ديزون فما تنساوش تخليوها لي في لي كومونتير وان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بها. كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه بحاول نبسطها سمحوا لي على الفيديو فيه شي شويه ديال الصداع حاولت انني باش شحال هادي ما حطيت في القناه ديالي وحاولت انني نحط في القناه كانت واحد الظروف خاصه ودابا خصوصا ولدي هنا معايا في الدار كنلقى واحد شويه ديال الصعوبه باش انني نصور فيديو. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على المتابعه ما تنساونيش باللايكات ما تنساوش ان اللي كيدخل قناتي لاول مره كنقول له مرحبا بك والف مرحبا في القناه ديالي وان شاء الله غادي نحاول انني نحسنها للاحسن والاحسن ان شاء الله. يلا خليتكم في امان الله وان شاء الله فيديو اخر وموضوع اخر ان شاء الله.